ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ومن آياته أي ومن بعض آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والحديث عن الزواج أيها الإخوة حديث ذو شجون. صدقوني صدقوني والله ما انتشرت الفواحش في الكرة الأرضية حتى ملئت بأبناء اللقطة والجرائم والاغتصابات والإشكالات إلا عندما تضيقت دائرة الزواج. وهكذا أهل الشرك والكفر دائما يضعون أيديهم على محاسن هذا الدين حسدا من عند أنفسهم. هذه الأخت القوامة الصوامة أليس لها الحق أن تكون أما؟ أليس لها الحق أن تنجب طفلا؟ أليس لها الحق أن ترضع أبنائها من تذيها؟ أليس لها الحق أن يكون لها بيت يؤويها؟ أليس لها الحق أن تشعر وأن تحس بأنوثتها؟ حرمنا لذة مناجاة رب العالمين، حرمنا الصلاة بأزواجنا بالليل. قل بارك الله للعروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء البررة وعلى من تبعهم وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد إذا رضيت، اللهم لك الحمد بعد الرضا، اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك. اللهم لك الحمد أوجدتنا من العدم وأمددتنا بصنوف النعم، اللهم لك الحمد خلقتنا من لا شيء وأعطيتنا كل شيء، اللهم لك الحمد خلقتنا فقراء فأغنيتنا، اللهم لك الحمد خلقتنا جهالا فعلمتنا، اللهم لك الحمد خلقتنا عراة فكسوتنا، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نرحب بالحضور الكريم في هذا الحفل الطيب المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكون هذا المجلس في ميزان حسناتنا جميعا، وأن ينفعنا به يوم لقاء بارئنا وخالقنا وفاطرنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يحبسون أنفسهم وأعمارهم في طاعة الله وفي ذكره ومدارسة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أبو داود في سننه في كتاب النكاح من حديث سيد الحفاظ عبد الرحمن بن الصخر الدوسي رضي الله عنه قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك. هذا الحديث من الأحاديث القصار في ألفاظه ومتنه، ومن الأحاديث الجامعة في دلالاته ومعانيه. فعلى قلة ألفاظه جمع من صنوف الخيرات ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم. وهذا الحديث أيها الإخوة الأفاضل فيه استحباب دعاء المسلمين بعضهم لبعض في الأفراح والمناسبات، وفي ذلك تعبير عن مشاركة أهل البيت في فرحهم وفي عرسهم وفي سعادتهم، وفيه تفعيل وإظهار لوحدة المسلمين وفرح بعضهم بفرح بعض. وهو من الأحاديث الجامعة كما ذكرت آنفة، لأن البركة كما ذكر ذلك أهل العلم هي كثرة الخير ودوامه، كثرة الخير ودوامه. والبركة من المصطلحات الشرعية التي أسيء فهمها وأسيء استخدامها، حتى غال الناس في التماس البركة فيما فيه الشر كله وعكسوا القضية. والدعاء به في هذا المقام فيه دعاء للعروسين بأن يبارك الله عز وجل في صحتهما، وأن يبارك الله عز وجل في عشرتهما، وأن يبارك الله عز وجل في ذريتهما، وأن يبارك الله عز وجل في أنفاسهما وفي حياتهما. نسأل الله عز وجل أن يكون ذلك كذلك بإذنه سبحانه وتعالى. وقد هجر الناس هذا الدعاء في هذه المناسبات كما هجروا غيره من السنن في غيره من المناسبات، واستبدلوه بأدعية منها ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نراه في أغلفة المجلات، وكما نسمعه في بعض القنوات، وكما نقرأه في بعض الجرائد من قولهم للمتزوجين بالرفاء والبنين. وقد يعتقد بعض الناس أن هذا الدعاء من الأدعية الدالة على تحضر قائلها وعلى رقيه وعلى فهمه وثقافته، وفي حقيقة الأمر هو دعاء من أدعية أهل الجاهلية ومن أدعية الناس قبل أن تدركهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد دخل بعض الرجال على عقيل بن أبي طالب بعدما تزوج كما روى ذلك الإمام النسائي في سننه، فقالوا له بالرفاء والبنين، فقال لهم لا تقولوا ذلك فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا وما نقول؟ قال قولوا بارك الله لك. فثبت بهذا الحديث أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الدعاء للمتزوجين بالرفاء والبنين. والعلة في ذلك أنه دعاء فيه شعار من شعارات أهل الجاهلية، وهو التشاؤم بالأنثى، لأن الرفاء هو الالتحام والالتصاق. تقول العرب رفأ فلان ثوبه إذا أصلحه، واسم المكان منه مرفأ، مكان استقرار السفن. والبنين جمع أبناء، ففيه تخصيص الدعاء بالذكور دون الإناث، لذلك نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستبدل الناس الدعاء السابق أيضا بما تعرفوه في مجتمعاتهم وفي قبائلهم وفي أحيائهم وفي بلدانهم من الكلمات التي لا يمكن أن يقال فيها إلا أنها زاحمت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فندعو للمتزوجين بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا بأس أن نزيد ما تعارف عليه الناس في بلدانهم من الأدعية الطيبة التي لا تخالف شيئا من آداب وأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نأتي إلى المناسبة، وهي مناسبة الزواج. والحديث عن الزواج أيها الإخوة حديث ذو شجون، لكن أختصر كلمتي إن شاء الله سبحانه وتعالى في بيان بعض المقاصد العظيمة المتوخات من الزواج، مع الإشارة إلى بعض الأحاديث الواردة في طاعة الزوج والإحسان إلى الزوجة. فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى: الزواج أيها الإخوة الأفاضل من أعظم الآيات الدالة على وحدانية وألوهية وربوبية وصمدية خالق الأرض والسماوات. والدليل على ذلك قول الله عز وجل في محكم كتابه: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فالله سبحانه وتعالى يخاطب عباده في هذه الآية بما يرشدهم إلى التفكر والتدبر في هذه الآية العظيمة، في هذه الآية الكونية العظيمة الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى. فقوله هو من كل شيء آية تضمنت صيغتين من صيغ العموم. الأولى هي لفظ كل، وهي من أقوى صيغ العموم عند علماء الأصول، حتى قيل إنها لا تحتمل التخصيص مطلقة. وأكد العموم في هذه الآية بقوله شيء، وهي نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم أيضا. ففي هذه الآية تأكيد بأن الله عز وجل خلق مخلوقاته على نمط الزوجية، بمعنى أنه ما من مخلوق من مخلوقات الله في عالم النبات أو عالم الحيوان أو عالم الإنس أو عالم الجان إلا وخلق الله من مثله ومن جنسه ما يماثله ويكمله. ما من مخلوق من مخلوقات الله في عالم الأحياء إلا وقد خلق الله من جنسه ما يماثله ويكمله. لعلكم تذكرون، لعلكم تعقلون بتدبر هذه الآية أن خالق الأزواج هو الإله الواحد الفرد الصمد جل في علاه، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فالله سبحانه وتعالى خلق مخلوقاته على نمط الزوجية: ليل ونهار، بر وبحر، نور وظلمة، حياة وموت، بر وفاجر. مخلوقات الله كلها مبنية على هذا النمط. أنت أيها العبد تحتاج إلى امرأة تكملك، بزواجك يحصل لك الاكتمال والرجوع إلى أصلك، فبزواجك تكتمل وتنضج وتلتحم مع طرفك الذي كان معك في عالم الذر. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ومن آياته، من العلامات البراهين آيات الدالة على عظمة الله تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وآيات متلوة. هذه السماء آية دالة على عظمة الله، هذه الجبال آية دالة على عظمة الله، هذه السهول والمحيطات والأنهار آية دالة على عظمة الله. كل ما تراه بعينك دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى إتقانه وعلى حسن صنعه وعلى بديع خلقه جل في علاه. حتى نفسك أنت آية على عظمة الله عز وجل، في خلقتك، في تركيبك، في جوارحك، في عواطفك، في إيمانك، كلك أنت دليل على وجود الله. فيا عجبا لمن ينكر وجود الإله، يا عجبا لمن ينكر وجود الإله، وكل هذا الكون يسبح بحمده ويصيح في وجه الملاحدة والمغفلين بأن هذه كلها آيات دالة على عظمة خالق الأرض والسماوات. ومن آياته، أي ومن بعض آياته، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. العلماء
في وقوفهم عند هذه الآية أشاروا إلى مراتب الخلق، والإيمان بأن الله عز وجل هو الخالق جزئية من جزئيات الإيمان بربوبيته جل في علاه. والعلماء في حديثهم على الخلق يتحدثون عن مراتب الخلق، ويذكرون في هذا المقام أربع مراتب فيما يتعلق ببني آدم. منهم من خلق من غير أب ولا أم، منهم من خلق من غير أب، منهم من خلق من غير أم، ومنهم من خلق من أب وأم. أبونا آدم عليه السلام خلق من غير أب ولا أم، خلقه الله من تراب، سواه الله عز وجل ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته واستخلفه في هذه الأرض ليعبده جل في علاه. أمنا حواء خلقت من غير أم، خلقت من الضلع الأيسر لأبينا آدم عليه السلام، كما ذكر ذلك غير واحد من المفسرين ومنهم قتادة وغيره رضي الله عنهم أجمعين. عيسى عليه السلام ولد من غير أب، وبقية الخلق خلقوا ووجدوا من أب وأم. فأنت بزواجك بهذه المرأة إنما تعود إلى أصلك، فتأنس لزوجك ويحصل لك من المودة والرحمة ما لا يجده الأعزب، يحصل لك من المودة والسكن والارتياح والطمأنينة في زواجك، خصوصا في الأيام الأولى للزواج، ما لا يمكن أن يصفه إلا المتزوج، لتسكنوا إليها. العلة التي خلقت من أجلها هذه المرأة أن تسكن إليها وأن ترتاح إليها. فهذه المرأة أصل التعامل معه وأصل التكامل. والشريعة الإسلامية عندما تشرع لما يتعلق بالعلاقات الأسرية من الخطبة إلى الرضاع والحضانة إلى غير ذلك، تشرع على أساس التآخي بين الزوج والزوجة. والأنظمة الوضعية عندما تشرع مدونات وغيرها تشرع على أساس الحرب والتنافر بين الزوج والزوجة. فالمدونات مبناها على سوء الظن وعلى الخلاف وعلى يعني القصاص من الظالم، لذلك لا يبارك الله عز وجل في هذه القوانين، يضطرون لتغييرها مع مرور الزمن. شريعة الله تجعلك تعامل هذه المرأة على أنها أخت لك في الدين، تجعلك تراقب الله عز وجل في معاملتها، في العطف عليها، في إكرامها، لأن الله يأمرك بذلك. وهذه المرأة أيضا تقواها لله عز وجل، تأمرها أن تطيعك وأن تأتمر بأوامرك. فهذا هو الفرق بين شريعة الله سبحانه وتعالى التي يرضى بها العباد، وما يضعه يعني الفلاسفة والمفكرون وأصحاب يعني الأفكار المنحرفة الضالة. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالزواج أيها الإخوة يقربك إلى الله سبحانه وتعالى ويشعرك بعظمته وبألوهيته وبربوبيته. كذلك الزواج أيها الإخوة الأفاضل هو الوسيلة الوحيدة للإحصان والعفاف. صدقوني صدقوني، والله ما انتشرت الفواحش في الكرة الأرضية حتى ملئت بأبناء اللقطة والجرائم والاغتصابات والإشكالات إلا عندما تضيقت دائرة الزواج. ولو فتح باب الزواج وتيسرت سبله وطرقه لن كف كثير من الناس عما نراه في زمننا، لأن الناس إما أن يشتغلوا بالحلال وإما أن يشتغلوا بالحرام. هذه الآلات، هذه الغرائز، هذه الأحاسيس إذا لم يوظفها الرجل الذكر والأنثى في طاعة الله لا بد أن يوظفها في محاربته، لأن هذه الآلات تصرخ في وجهك لتعمل بها ولتوظفها فيما يريده الله سبحانه وتعالى. فلما تضيقت دائرة الزواج ووضعت في طريقه الجبال الشامخات الراسية التجأ الشباب والشابات إلى الحرام. والواقع الذي نعيشه يدل على ذلك أعظم دليل. نسبة العنوسة في بلدان الإسلام حطمت الأرقام القياسية. من بنات المسلمين من بلغت 50 ولم تتزوج، من بنات المسلمين من بلغت 40 ولم تتزوج، ومن شباب المسلمين وما أكثرهم من بلغوا 40 ولم يتزوج. لماذا؟ وضعت آثار وأغلال وقيود جاهلية
في طريق الزواج. والإسلام فتح الباب على مصراعيه ولم يضع أي شرط إلا التدين. حتى الفقير الصعلوك الذي لا مال له إذا خاف على نفسه الفاحشة يجب عليه الزواج. في حال الخوف من الوقوع في الحرام يلزمه أن يتزوج، وبعد ذلك الله عز وجل يرزقه. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث حق على الله عونهم. أي ثلاث من الناس الله سبحانه وتعالى تفضلا منه وتكرما منه أوجب على نفسه تصديقا لوعده أن يعينه. المكاتب يريد الأداء، العبد كاتبه سيده على قدر المعلوم من المال، يشتغل ويجتهد ليشتري حريته. والمجاهد في سبيل الله، رجل خرج في سبيل الله، خرج بماله وبدنه ليرفع راية الإسلام، حق على الله أن يعينه. والناكح يريد العفاف، شاب من شباب المسلمين يخاف على نفسه الفتن، التبرج أيها الإخوة يفعل الأفاعيل حتى بالمتزوجين، بلها العزاب، المنكرات، القنوات، المؤسسات، الجامعات، الأسواق، يعني حرب نفسية، إغراءات لا يصمد أمامها إلا الأفذاذ من الرجال، ولا يقف عند حدود ساحاتها إلا الأبطال. الناكح يريد العشاب، يريد أن يتزوج ليعف بصره وسمعه ولسانه وفرجه عن الحرام. هذا حق على الله أن يعينه. فلماذا تخاف؟ ورب العزة من فوق سبع سماوات تكفل أن يعينك. هب الآن أن رئيسا أو حاكما أو غنيا وعدك أن يعينك في زواجك، ألا يكون هذا داعيا لتطمئن ولكي تقدم على الزواج بأريحية؟ والله يكون كذلك. فملك الملوك وعدك أن يعينك، فاحرص على تصحيح نيتك واقبل على هذا الأمر، فإن الله سبحانه وتعالى سيعين. وانظروا كيف قارن الحبيب المصطفى بين الحرية والجهاد في سبيل الله وبين الزواج. سبحان الله، كيف قارن بين من يكد ليشتري حريته وبين من خرج ليضحي بنفسه وبين من يريد أن يتزوج ليعف نفسه. إذن فالزواج والوسيلة الوحيدة للإحصان والعفاف، كل الطرق إلى الإحصان والعفاف مغلقة ولم يفتح إلا باب الزواج بشروطه وأركانه وسننه المعلومة في كتب الفقه عند علماء الإسلام. فلما تضيقت دائرة الزواج والحلال فتحت دائرة الحرام. النتيجة الأمراض، داء فقدان المناعة دخل إلى بيوتنا، دخل إلى مدارسنا، إلى الإعداديات، إلى شابات في عمر وفي زهرة العمر. داء فقدان المناعة حطم الأرقام القياسية في البلدان أو في المدن التي تكثر فيها السياحة وبئس السياحة، حتى أن هذه المدينة المباركة الفاضلة سوس العالمة سابقا صارت اليوم تحمل مشعل داء فقدان المناعة. وهذا كله نتيجة للمجاهرة بالفحشاء والرذيلة والإقبال عليها، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يعني أعلن قوم أو ما ظهر الفحش والفحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله من الأوجاع والطعون مما لم يكن في إسلافهم. إذن الطريق الصحيح لترشيد هذه الغرائز هو أن نفتح الباب أمام الزواج. وعندنا في هذه المدينة وغيرها جمعيات رياضية تنفق عليها الملايير، وعندنا جمعيات ترفيهية، موسيقى ومسرح وغناء وسباحة وعربدة، تنفق عليها الملايين، وعندنا جمعيات لرعاية الكلاب وجمعيات لرعاية الحيوانات وجمعيات لرعاية الشواذ، ولا جمعية واحدة تكون
أو يكون شعارها تزويج الشباب المسلم، سكن اقتصادي، حفلات زفاف جماعية، البحث عن وظائف للشباب الناضج، ربط علاقات بين الصالحين لتزويجهم وإعانتهم. وحاجتنا إلى هذه الجمعية أشد من حاجتنا إلى الجمعيات الرياضية وجمعيات المسرح والعربدة والثقافة. وأنا أقولها وأقولها والواقع خير شاهد على ما أقول. العنوسة حطمت الأرقام القياسية في بلد الإسلام، حتى إن بعض المجلات، مجلة الشقائق الإسلامية، مجلة يعني يكتب فيها كبار الدعاة في هذا العصر، قامت بإحصائية لعدد العوانس في بعض البلدان الإسلامية، فوجدوا في مصر أن عدد العوانس بلغ 9 مليون امرأة عانس، 9 مليون. في بلاد السعودية 3 مليون امرأة عانس. في بلاد المغرب 2 مليون امرأة عانس. هذه الأخت القوامة الصوامة، أليس لها الحق أن تكون أما؟ أليس لها الحق أن تنجب طفلا؟ أليس لها الحق أن ترضع أبنائها من تذيها؟ أليس لها الحق أن يكون لها بيت يؤويها؟ أليس لها الحق أن تشعر وأن تحس بأنوثتها؟ والله لها الحق، وكلنا مسؤول. كل من يضع العراقيل أمام الزواج فهو مسؤول أمام الله وأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الزواج أيها الإخوة هو الوسيلة الوحيدة لاستمرار الحياة. عجلة الحياة تدور بدوران عجلة الزواج، بتوقف عجلة الزواج تتوقف الحياة. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، زوج وزوجة، آدم وحواء، وجعلناكم شعوبا وقبائل. الآن القارات الخمس، أجناس ولغات ولهجات وثقافات وحضارات وديانات، هذا كله أصله من آدم ومن حواء، الأبيض والأسود، الأصفر، الأحمر، العجمي، كلكم من آدم وآدم من تراب. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيتزوج السوسي مثلا من عائلة مراكشية فيحصل مصاهرة، تحصل علاقات، تزاور، صلة رحم، وينشأ أحفاد وحفدة، هذا خال، هذا عم، هذا جد. انظروا إلى عظمة هذا الدين. علاقات الزوجية كيف تنظم بخلاف الغرب الآن؟ فرنسا آخر إحصائية نسبة المواليد غير الشرعيين 40%، ما عنده لا خال لا عم لا جد. 40% من المواليد في بلاد فرنسا خارج إطار الزواج، بدون أب، بدون هوية، بدون أصل، بالدارجة النص ديال المجتمع ولاد الحرام. وأي رقي يرجى من مثل هذه المجتمعات الوسخة العاسمة؟ وهذه إحصائياتهم وأرقامهم تشهد على خراب علمانيتهم وأبراجهم فوق رؤوسهم، ولا ينبئك مثل خبير. حتى أنهم وصلوا إلى أمور عجيبة وغريبة، يستبشعون ويستقبحون تعدد الزوجات، وتبيح كنائسهم زواج شواذ، ويبيحون تعدد العشيقات. انظر إلى قلة العدل والإنصاف. وهكذا أهل الشرك والكفر دائما يضعون أيديهم على محاسن هذا الدين حسدا من عند أنفسهم، بلدانهم تنهار. حتى أن من تقدم لرئاسة الدولة امرأة وقد أنجبت 4 أبناء بدون زوج، زانية تحكم. إنها أشرة الساعة أيها الإخوة أن يرفع الأشرار وأن يوضع الأخيار، أسأل الله أن يصلح الأحوال. كذلك الزواج أيها الإخوة الأفاضل من سن الأنبياء، وقد أخطأ المتصوفة وضلوا ضلالا مبينا بعيدا عندما جعلوا الزواج عائق من عوائق الوصول إلى الطريق، فمنعوا المريدين من الزواج وزهدوهم فيه بشتى الوسائل، ووصلوا إلى أمور يندى لها الجبين. ومن قرأ أخبارهم في هذا الباب يتعجب، حتى جعلوا من تزوج مريدا للدنيا للآخرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من مرة،
والأنبياء قبله تزوجوا، وقد أنزل الله قوله ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ردا على اليهود، كما ذكر ذلك الوحيدي في أسباب النزول. عندما عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الأزواج وقالوا هذا محمد رجل مزواج، لو كان نبيا لما أكثر من النساء، فرد الله عليهم بهذه الآية ولقد أرسلنا رسلا من قبلك. سليمان قد قص الله عنا خبره في القرآن، إبراهيم عليه السلام وقد قص الله علينا خبره مع هاجر ومع سارة، نوح عليه السلام، أيوب عليه السلام، رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فالزواج من أعظم سنن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال في الحديث الصحيح النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. يكفي هذا الحديث ترهيبا لمن زهد في الزواج، والله هذا الحديث فيه ترهيب، أن يقول لك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنت لست مني، أي لست على هدي وعلى طريقتي وعلى منهجي. هذا يكفي في الرضع لمن تسول له نفسه الزهد في الزواج. وقد جاء شباب إلى بيت رسول الله يسألون عن عبادته، والحديث معروف عندكم في الصحيح، شباب جاءوا يسألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين شباب الآن؟ شباب المسلمين اليوم، والله كثير منهم الآن يسأل عن نتائج المباريات في كأس أوروبا، ويسأل عن برنامج المهرجانات في الشواطئ السياحية، ويسأل عن أخبار المغنيين والفنانين، ويسأل عن ثمن المخدرات وعن ثمن السموم البيضاء القاتلة، ولا يسأل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القليل ممن وفقهم الله لذلك، نسأل الله أن نكون منهم. جاءوا إلى بيت رسول البيت المبارك، البيت الذي خرج منه النور وأضاء جنبات الكرة الأرضية، البيت الذي خرجت منه الرسالة الخاتمة، رسالة الإسلام الرحمة للأمة جمعاء. فلما أخبروا بها تقالوها، سبحان الله، عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لو عرضناها الآن لاستغربنا كيف يعني يتقللها هؤلاء الشباب. كان يصلي في اليوم 40 ركعة، وكان يصوم حتى تقول أمة المؤمنين لا يفطر، وكان إمام، وكان قائد، وكان مجاهد، وكان قاضي، وكان أخ، وكان أب. وظائفه اليومية صلى الله عليه وسلم يعجز غيره عن القيام بها. من أعظم الأدلة على نبوته جمعه لهذه الأمور، ولم تجمع لغيره، قضاء وإمامة وصلاة ودولة وحكم وزواج وأبوة وأخوة، وظائف عظيمة مارسها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله وبتسديد من الله عز وجل. تقالوا هذه العبادة لأن هممهم كانت عالية، فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى 11 ركعة فقد غفر ذنبه لا حرج عليه، إذا صام يوما وأفطر يوما لا حرج عليه. أما نحن عصاة مذنبون مفرطون، ونحن أولى بهذا الحديث من هؤلاء الشباب. منا من أضاع 30 سنة من عمره في الشركيات والبدع والخرافات، ثم التقطته العناية الربانية والتزم واستقام على شرع الله. منا من كان غارقا في المعاصي والربويات، نحن أحوج بهذا الحديث من شباب الصحابة رضي الله عنه. فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أنا، بمعنى نذر وأقسم بالأيمان المغلظة أن يصلي الليل كله وأن يقوم الليل من العشاء إلى الصبح. وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، يصوم الدهر كله بأعياده بمناسباته بأفراحه وأحزانه. وقال الآخر أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج، تفرغ للقرآن والعبادة، يريد أن يتبتل، والتبتل والانقطاع للعبادة، ومنه سميت مريم بالبتول لأنها كانت منقطعة للعبادة ولخدمة البيت. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته فغضب صلى الله عليه وسلم، فقال ما بل أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. أما هذا منهج الوسطية، الآن هذا هو الأديان الوسطية، بعض الناس يتحدثون عن الوسطية في غير موضعها، ويتحدثون عن يسر الإسلام في غير موضعه، ويتحدثون عن التسامح في غير موضعه. ينبغي أن نسمي الأشياء بمسمياتها، وينبغي أن نزن الألفاظ بميزان الشرع،
الغلو مرفوض والتميع مرفوض، والميزان لكل لفظ ولكل مصطلح هو الشرح. من أراد أن يتحدث عن الوسطية فعلي أن يتحدث عن الوسطية بفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنا فأصلي وأنا ما عندنا مسلم تارك للصلاة، ما كاين هذا مسلم في هذا الحديث، ما كاينش، ما عندناش حنا مسلم ما كيصليش، ما كايناش، ما كايناش شي رخصة لترك الصلاة إلى الحيض، الرجال ما كيحيضوش، ما في رخصة على وجه الأرض، مريض صلي نائم. في الحرب السيوف والقنابل والدري والنووي والكيماوي والطباشير صلي صلاة الخوف، جميع الأحوال ما تترك الصلاة حتى توقف القلب، ما تحرك، صلي بعينك، صلي كيف ما استطعت، ما هناك حالة وعد الصيام يمكن أن تتركه، هناك بعض الحالات لا تصوم صحيح، الحج يمكن أن تتركه، لكن الصلاة لا توجد ولا حالة واحدة في الفقه الإسلامي يجوز فيها ترك الصلاة، ما كاينش، بمعنى أنه إلا تركتي الصلاة راه تلقتي هذيك الصلة اللي بينك وبين مولانا، الصلة اللي كتربطك مولانا تلقتيها، ذاك الحبل ديال التواصل اللي كيوصلك هذيك الرحمة الربانية قطعتيه، خرجت من دائرة الرحمة الربانية. لذلك اختلف العلماء في كفر تارك الصلاة، وخلافهم قوي معتبر في هذا الباب، وما دخل على المسلمين الشر إلا بترك الصلوات. الآن في هذه الأوقات يسهر الناس على السهرات وعلى المسلسلات وعلى المباريات، والمقاهي مملوءة عن آخرها، والله حالة استنفار، غزوات في هذه الأيام، غزوات شيطانية، الكرة تصول وتجول ليست في الملاعب، في القلوب مع الأسف، الكرة تصول وتجول في قلوب المسلمين، إنا لله وإنا إليه راجعون، والناس يتلذذون بهذه اللقطات الفنية والحركات الرياضية، وقد انهزمت الأمة في صلاة الصبح، هزمها اللاعب رقم 10 بحق اللي هو الشيطان، سجلت علينا أهداف كثيرة قبل طلوع الشمس، كيف الأمة تبدأ اليوم متخلفة عن موعدها مع الله وتريد الربح والفلاح؟ من أعظم الأسباب لانهزام الأمة وانكسارها وترك الصلاة. أما أنا فأصلي وأنا، لذلك فعلى الزوج قبل إقدامه على الزواج أن يحقق هذا الأمر، وأن تتحقق في هذه الصفة أن يؤدي الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لن سألك رزقا، وأصوم وأفطر، لأن المواظبة على قيام الليل وإحيائه كله يفضي إلى أهلك البدن، والإسلام يريدك أن تكون راهبا بالليل فارسا بالنهار، يريدك في التجارة في الصناعة في المختبر في المصنع في السفينة، ويريدك في محراب الصلاة بالليل أن تعبد ربك وأن تختلي بالله، والله لا حرمنا هذا الأمر، حرمنا لذة مناجاة رب العالمين، حرمنا الصلاة بأزواجنا بالليل بكثرة معاصينا، أسأل الله يصلح الأحوال، وأصوم وأفطر لأن المواظبة على الصيام يفضي إلى هلاك البدن، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن أيها الإخوة الأفاضل، إذا جئنا لنعدد مقاصد الزواج وأهدافه وفضائله وحاجة الناس إليه، يطول بنا المقام، والإخوة يشيرون علي بالتوقف لأن بساط الوقت قد سحب من تأتي أقدامنا، وما كما يقول الأخ حسن وكما سمعنا منه غير مرة، وما قل وقر خير مما كثر وفر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة أن يصلح أزواجنا وأن يهدي أبناءنا وأن يوفقنا وإياكم لمن يحبه ويرضاه. مرة أخرى ندعو لأهل البيت ونقول بارك الله للعروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطعم من أطعمنا وأن يسقي من سقانا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل خطواتكم وأن يجعل إن شاء الله هذه الجلسة في ميزان حسناتكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.